في الأول قبل ما أتكلم على المشاكل، أنا عايزة أتكلم على اختلاف الفصول، بما إنه إحنا دلوقتي في الفترة دي يعني داخلين في أول الشتاء، كتير من الناس بتعاني من مشاكل مختلفة في بشرتها. هل اختلاف الفصول ليه تأثير على البشرة بشكل عام؟ طبعا ليه تأثير على الشعر وليه تأثير على البشرة وده حاجة مناعية ربنا خلقها في جسم الإنسان. القصة كلها إن الجسم نفسه حتى المعدل الحرق فيه حتى كل حاجة تمام، الجسم نفسه بيبدأ يستعد تمام للموجة الباردة. فنيجي مثلا لقشرة الشعر اللي بتنتج مع دخول فصل الشتاء، بنبدأ نلاقي إن حتى لو محدش بيعاني من قشرة تبدأ في قشرة تتكون، دي بتبقى حاجة مناعية. فروة الراس بتكون قشرة ليها سبحان الله كتدفئة للجمجمة تمام، دي حاجة مناعية. ولكن طبعا في أنواع كتير من القشرة بتبقى فطرية ومرضية تمام، اللي ممكن مع الوقت تصبح شيء مزمن وتؤدي بعد فترة طويلة إلى صدفية لو المريض أو لو الحالة بتعاني أصلا من نقص مناعي تمام. عشان كده بنبقى دايما حريصين جدا جدا إن القشرة ما تطولش في شعرنا، لأنها ربما لو طولت هتؤدي إلى تساقط في الشعر أو تؤدي إلى تكوين قشرة فلاكس اللي هي طبقات كده وتبقى قشيريات عريضة شوية، تؤدي مع الوقت ان مكانها يعمل حفر او فراغات او المسام تتقفل او يحصل تساقط شديد في الشعر. عشان كده نحب ان احنا نتخلص منها على طول. ومش بس هو الشامبو بتاع القشرة هو علاج القشرة، لازم ناخد اوميجا 3 تمام، مهم جدا جدا. لازم نستخدم اوقات كتير بنلجأ لاستخدام مادة مضادة للفطريات تمام، وبنستخدم محلول معين يكون في مادة السالس او نسبه بسيطه من البيتا ميثازون، دي مواد علميه عشان نتخلص تماما من القشره مش بس الشامبو. طيب انت يعني انا كنت بسالك فيما يخص يعني اختلاف الفصول وانت دخلتي على بس لا بما ان احنا عشان داخلين عليه وعايزه اتكلم على كل ما يخصه من تغيرات في الجسم وحتى مناعيا وفي البشره والشعر، وده اكتر حاجه دلوقتي داخلين عليها يعني. طيب ما هو انا مش هعدي موضوع القشره ده كده يعني مرور الكرام لان الناس تزعل مني حد. طيب القشرة دي مشكلة ناس كتير جدا، فناس كتير قوي تقول ايه أدوية القشرة أو الشامبوهات الخاصة بالقشرة بنستخدمها لمدة مثلا أسبوعين ثلاثة شهر، صحيح شعرنا بيبقى هايل، القشرة بتختفي تماما من شعرنا، ولكن أول ما بنوقف الشامبو بيرجع القشر مرة تانية يمكن بشكل اعنف لشعرنا. بالظبط، ما ده اللي احنا كنا بنقوله ان لازم التوجيهات الهامه ان احنا ناخد اوميجا 3، غسيل الشعر ما يكونش بالميه السخنه او الساقعه، بالفتره ميه فتره تمام، وان احنا ما نسيبش الشعر مبلول، يستحسن تجفيفه او نسيبه ينشف حتى كده في الهواء تمام. ورقم ثلاثه ان احنا مش بس ساعات الشامبو بيبقى كافي، لا ممكن يبقى محتاجين زي ما احنا كده عندنا يعني ما شاء الله احنا عندنا في 10 ايام او في اسبوعين بننهي تماما على القشره. صحيح. ليه؟ لان بنلجا ان احنا بنعالج برضو مصدر رئيسي، وهو اوقات كتير بنلجا لادويه او كبسولات مضاده للفطريات، والقشره كتير منها بيبقى راجع لان هو يكون مرض فطري او اوقات كتير ممكن تبقى نسبه بسيطه يعني مش حاجه تخض، والمحلول اللي فيه ساليسيليك وبيتا ميثازون بيفرق كتير جدا. ويبقى عشان كده حياتك قلتي لا هي منظومه متكامله لازم بالزبط. نعملها مع بعض ما هوش الشامبو لو عملناه القشرة مش هتظهر معاكي أبدا، ما هوش الشامبو بس، لأنه لو استعملنا الشامبو بس بعد شوية هيرجع مرة تانية القشرة. طيب أنا ما سألتكيش هو الأوميجا 3 ليه؟ الاوميجا 3 مهم جدا لرفع مناعه الجسم تمام. فلما بنرفع المناعه، وده اللي احنا هنتكلم فيه بقى، لما بنرفع المناعه بتاثر جدا على مناعه الجلد تمام، وبالتالي بيخص بقى كل هذه الامراض الجلديه. ولسه بقى ان شاء الله لما هنبدا نتكلم بقى على البشره وجفافها برضو في فصل الشتاء وتشققاتها وبهاء وصدفيه، هنلاقي كل ده راجع للمناعه. معقوله؟ معقولة كل الحاجات دي راجعة في الآخر للمناعة؟ مش بس الأمراض اللي بنصاب بيها ولكن كمان مشاكل البشرة راجعة للمناعة؟ بالظبط. أنا أول بالزبط. مرة أعرف الكلام بالزبط. ده بصي حبيبي، دلوقتي أنا لما جيت عملت دبلومة الجلدية تبع نقابة الصيادلة عايزة أقول لك إن أنا تطرقت لدبلومة التغذية والمناعة، ولقيت إن الاتنين مربوطين ببعض جدا جدا جدا، لأن معظم الأمراض الفطرية سببها الجسم ومناعة الجسم تمام. لو نيجي نتكلم على البهاء والصدفية، دي مناعة ذاتية تمام، ممكن ياما ناس ومرضى
شفتهم بيتعالجوا بالحاجات التوبيكال بس او الحاجات موضعيه موضعيه، والنتيجه بتبقى سيئه جدا لدرجه ان بدانا نطلق على البهاء ان هو لا علاج له، والصدفيه لا خلاص لا علاج لها الا لو احنا استخدمنا اشعه فوق البنفسجيه او حقن او غيره او غيره او غيره. ولكن انا تحت ايدي ما شاء الله حالات واطفال وكبار تم علاجهم باستخدام رفع كفاءة الجهاز المناعي والحالة الصحية وحسن التغذية تمام، مع استخدامنا للمركبات أو المستحضرات التوبيكال أو الموضعية، وكانت أفضل نتيجة على الإطلاق. الحقيقة أنا مؤمنة بالكلام ده يعني 100%، لأنه دلوقتي حتى يعني السرطان دايما الدكاترة تقول احنا مش بس هندي علاج كيمو او هنعمل عملية، ولكن احنا كمان التغذية هتدخل معانا كشريك في العلاج. ومناسبة بقى يعني مرض السرطان، وربنا يا رب قادر يشفي ويعافي كل مريض، انا بتوجه بكامل احترامي وتقديري وكامل اعتزازي لوالدي الله يرحمه اللي توفى من شهرين، وده فجأة اكتشف بان هو مريض بسرطان الغشاء الرئوي، وده حاجة بتكتشف فجأة. واللي انا عايزة اقوله ان انا شخصيا كنت بشرف على علاجه كدبلوم التغذية ومناعة مع الاطباء، وعشت في هذا المجال 4 شهور صعبين جدا جدا، وبنقل خبرتي الكاملة تمام إلى كل مريض وكل إنسان صحيح وسليم. يا ريت يعني نعتني جدا جدا بقصة الفيتامينز والصحة والمناعة، لأن أنا اللي كان يعني يساند والدي جدا جدا وبإشراف وبكلام أكبر أخصائيين في علاج السرطان والأورام، العلاج الروتيني اللي أنا كنت بديه لوالدي يمكن يكاد يكون هو ده اللي بفضل الله إلى أن أراد الله وقته يعني تمام، كان مخليه ثابت جدا وصحيا ممتاز جدا وقادر يستقبل جلساته أو حاجاته، لدرجة أن تحاليله ما كانش بحد بيصدق أن إحنا بنقاوم على قد كده هذا المرض. عشان كده لما كنا بندي الحاجات الطبيعية تمام، مستخلصات الرمان والحاجات اللي زي الفيتامين دي ومستخلصات التوم والإكينيشيا والحاجات الطبيعية دي، قد إيه هي حاجات ربنا خلقها فيها منفعة لا حصر لها. فياريت ما نستهونش، لأن إحنا بالتحاليل وبعنينا كنا بنشوف قد إيه إحنا بنحارب فعليا، بنحارب فعليا وبالتحاليل وبالتقارير إن قد إيه الحاجات دي ليها قيمة وثبات جدا على الجسم. عشان كده دلوقتي بقى التغذية بتمشي بشكل متوازي جدا مع العلاج في حالات سرطان، في حالات السرطان بشكل عام. يعني أنا مؤمنة جدا بكلام حضرتك إنه التغذية ليها دور أساسي جدا في رفع أكيد المناعة والحفاظ عليها. بالظبط. طيب نرجع مرة تانية، وطبعا يعني ربنا يرحم والدك أكيد. يا رب يخليك. هنرجع مرة تانية لمشاكل البشرة، وعايزة أتكلم على الحساسية. ناس كتير جدا بتعاني من الحساسية المزمنة، يعني هو مريض حساسية جلدية مزمنة. الناس دي يا دكتور هل التغذية برضو ليها علاقة بأنه يرفع المناعة فبالتالي الحساسية أي نوع من الحساسية بيعاني منها تتحسن؟ هقول لك حبيبتي، بصي الحساسية أولا حاجات كتيرة جدا جدا. لو احنا جينا الحساسية هنلاقي ان في ممكن جلد اصلا يبقى سنسيتيف جدا جدا، بشرة تبقى سنسيتيف جدا جدا، اطفال او كبار. بس الحساسية او زيادة الهستامين في الجسم تمام، ده مش يعني مش بيحصل بالسهل. اوكي، اولا ممكن يكون ان انا عرفت خلاص ان بشرتي حساسة، لازم انا اعتني واخلي بالي جدا جدا بكل ما ممكن يؤرقها تمام. معنى كلامي ايه؟ يعني مثلا ما جيش لو انا اتطرقت للحساسيه او الاكزيما بالذات اللي مع مناسبه دخول فصل الشتاء هتكلم عنها، مثلا الناس اللي بشرتها بتبدا تحمر، الناس اللي بشرتها تعمل قشور بسيطه في المنطقه هنا او المنطقه هنا وتبدا البشره تجف جدا، الناس اللي شفايفها بتقعد تشقق في فصل الشتاء، الناس اللي ايديها تفضل برده تنشف وتلتهب وتشقق تمام. طب ما دي اكزيما وحساسيه تمام، بس حساسيه من ايه؟ من الجو البارد والساقع تمام، يعني مش مرضية تمام. طب نتعامل معها ازاي؟ ما نجيش احنا بقى نجيب المستحضرات تمام اللي هي اصلا كيماوية ونفضل نحط حاجات تهيج الجلد بزيادة،
خصوصا لو احنا دخلنا في مرحله شديده، تمام؟ يعني لو الدنيا بسيطه والجلد ملموم والدنيا جميله نقدر نستخدم المستحضرات دي، اما مجرد ما دخلت في احمرار وتشققات وتهيج، تمام، والكلام ده لا نقف بقى. يبقى ملناش غير الكريمات الطبيه فورا، هي الوحيده اللي ينفع نستخدمها، تمام؟ احترامنا لبشرتنا ومعرفتنا ليها هي اللي بتقينا من الخطوه اللي بعديها، تمام؟ طيب انا هقف بس هنا شويه، لانه احترامنا لبشرتنا دي ومعرفتنا بيها دي مهمه جدا، عشان اعرف ايه المستحضرات او ايه المواد اللي ممكن تمشي مع بشرتي او الكريمات اللي ممكن تمشي مع بشرتي. انا لازم ابقى عارف اصلا نوع بشرتي ايه، وانا بحدد نوع بشرتي ازاي، ولا مش انا اللي بحددها، لازم اروح لاخصائي جلدي؟ بصي، في حاجات بتبان، يعني في حاجات ممكن انا اقول هتبين بشرتي عامله ازاي. بشرتي نساعد الناس نقول لها دلوقتي نغششهم، تمام؟ يعني انا بحب جدا التوعيه، وده اللي احنا بنعمله على طول. اللي احنا بنقوله دلوقتي، لو بشرتنا بتيجي علينا في الصيف مع اقل حبه حر تحمر وتزنهر، تمام، وتلتهب، تمام، ومع اي تعرض لاشعه الشمس نلاقيها زنهرت واحمرت والتهبت مننا، وما نبقاش حد يعني قادرين حتى نحط ايدينا عليها، ولو دخلنا فصل الشتاء نبدا نحس ان هي بدات تزنهر معانا برضو، تحمر يعني معانا، ونبدا نحس بقشور او التهاب او ان البشره مشدوده وجافه، دي بشره حساسه. يبقى دي طبعا بتدل ان هي بشره حساسه. طب لو احنا جينا مثلا بنتكلم على بشره ثانيه بدات تظهر لي حبوب مثلا، تمام، او مثلا مع اقل استخدام لاي كريمات نلاقيها دهننت مننا، او لو ما بنستخدمش الكلام دوت وبناكل اكلات فيها زيوت او مقليات او غيره او سوداني او لب او غيره، نلاقيها بدات تحبب مننا سريعا، او نحط ايدينا عند المنطقه دي اللي هي التي زون، نلاقي دايما في زي زيت شويه، دي دهنيه، تمام، بتبان قوي وتحبب من اسهل حاجه، وساعات كتير تنطر حبوب لوحدها كده، تمام. طب تعالي نقول المتوسطه، المتوسطه بقى بين الاثنين. والغريب بقى ان البشره ما تفضلش طول السيزونز جافه، ولا طول السيزونز دهنيه، ولا طول السيزونز متوسطه، لا، لان احنا ممكن البشره المتوسطه يخش عليها الشتاء تبقى جافه، وممكن البشره الدهنيه يخش عليها الشتاء تبقى متوسطه. عشان كده دايما بنقول ايه، حتى الناس اللي احنا بنعالج معاهم البشره الدهنيه او الحبوب او الكلام ده، نيجي نقول لا، دخلنا شتاء استاب. لو بنعمل صنفره او ماسك مثلا مرتين في الاسبوع يبقى مره، لو بنستخدم غسول قوي شويه في مواد عشان تنشف الدهون، لا نهدي بقى. لازم نبدا نستخدم حاجه حنينه على البشره، فيها هايلورونيك، فيها كولاجين، فيها مواد مرطبه، عشان البشره هتجف مني، برغم ان هي دهنيه، وده مش هيحصل في الصيف بس هيحصل في الشتاء، تمام، لانها البشره ذات نفسها بتتغير كمان، تمام. فاحنا بنتكلم في ايه؟ انا في الصيف خلاص بنتعامل بقى بالصن بلوك وبالمرطبات وبغيره وغيره. طب تعالي نتكلم بقى في دخول الشتاء، والناس اللي بشوفها كتير جدا جدا البشره عندهم جافه ومشدوده وملتهبه، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ برده مش كل حاجه نلجا لماده البانسينول، هي ماده ممتازه وداخله في جميع المستحضرات اللي خاصه بالترطيب، ولكن في اوقات كتير ودلوقتي كمان بقت مشهوره يمكن اكتر من زمان طبعا بكتير. هي من اكتر يعني المواد عليها كلام كتير بقصد، وخاصه بالشعر والبشره بالظبط. بس هنرجع تاني بقى، هل هو كافي لوحده، تمام، في كل حالات الجفاف والالتهاب؟ لا، مش شرط، تمام. عشان كده النهارده نزلت مواد اخرى زي الهايلورونيك وزي مواد تانية، يعني لازم نبقى عارفين امتى هستخدم ايه وامتى مش هستخدم ايه. ناس كتير جدا تيجي تقول دكتور احنا بنحط بانسينول على طول، وبرده البشره بص يا دكتور محمره ازاي وملتهبه ازاي، لان هي عدت مرحله الحفاظ. في فرق بين الوقايه، انا عارفه ان انا داخله على فصل الشتاء وبشرتي بتجف مني، وفي فرق بين، وعلى فكره كتر الجفاف فصل الشتاء بيؤدي لظهور الخطوط والتجاعيد، تمام. انا كنت لسه هسالك بالظبط، البشره الجافه شديده الجفاف اللي يعني الناس ما بترطبهاش، او الستات او الرجاله ما بيرطبوهمش بشكل دوري، هل البشره دي معرضه للشيخوخه بشكل اعلى من أكيد. من اي بشره ثانيه؟ اكيد 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 اكيد. والبشره دي بالذات ما ينفعش يوم ما انا اجي افتكر بقى ان انا ابدا ان انا اهتم ببشرتي، فجاه كده يخطر على بالي ان انا انا عايزه ارجع بشرتي شباب، يلا على الكولاجين، اهي دي بتبقى كارثه. ان بشره تبقى جافه وحساسه ومره واحده انزل عليها باي مستحضر كولاجين،
دي كارثه، لان بيحصل بعد كده ان البشره بتتهيج وتحمر جدا. نحيح. اه بالظبط. ففي الحاله دي لازم اخش تدريجيا واخبط الباب بالراحه على البشره، ابدا ان انا اديها الاول الترطيب، واشرب ميه كتير في اليوم لا يقل عن من 2 ل 3 لتر ميه، استخدم الفواكه اللي فيها عصاره تمام. يعني تحسي ان مثلا فواكه اللي مثلا نستخدم كانتالوب، نستخدم عنب تمام، نستخدم كيوي، افوكادو، بس التفاح، كل ده الحاجات اللي فيها نسبه ميه. برافو عليكي، اللي فيها نسبه ميه، والميه دي هنلاقيها ان هي محتويه على الكثير من الفيتامينز. تمام. بس كده تبدا تروي البشره. حلو جدا. جدا. طب افرض ان انا عايزه بقى ابدا استعين شويه بحبه حاجات برضو كده، ايه، ادلع الدنيا شويه من غير برضو ما اقرب للكولاجين بالراحه. تمام. ابدا اخد كولاجين اقراص، كولاجين اكياس، فيتامين اي سي اي سيلينيوم. معلش مش هينفع اعدي هنكتب الكلام. الكولاجين الاكياس ده كده من غير ما اسالك. الكولاجين الاكياس، لا عايز اسالك، هقول لك عشان احنا كستات دايما نتكلم عليه ونقعد نسال بعض وما نلاقيش اجابه في الاخر لان احنا مش دكاتره. لا انا هقول لك، الكولاجين الاكياس ده او التابلتس او يعني ايا كان، في ستات بتشكر فيه جدا وبتقول ان هي لما استخدمته جاب نتائج هايله جدا معاها، وفي ستات تانية بتقول ده ولا بيعمل اي حاجه، انتوا ما بتقروش ولا ايه، ده الكولاجين اصلا المعده ما بتمتصهوش، فانتوا بتجيبوه بفلوس كتير قوي وبتدفعوا الفلوس دي على الفاضي وما بتستفيدوش منه. اكيد انت سمعتي الكلام ده كتير. ما انا جايه بقى في الكلام اهو. في مولوكيولز، في مولوكيولز كيميائيه، مش اي كولاجين والسلام، مش اي كولاجين والسلام، لان احنا عندنا كولاجين تايب 1 وتايب 3. ويفضل يبقى مارين. تمام. بحري بالظبط. ويفضل كمان ان احنا نستخدمه بانتظام وبجرعات معينه، يعني لازم يخش جسمنا. زي واحده انا اخدت كيس كولاجين، طب يا فندم خدتيه قد ايه؟ شهر. ما جابش نتيجه، وحش جدا، ما عملش حاجه. هو ايه ده؟ لا هو ايه ده؟ لازم كل ماده ليها احترامها، ان هي تشوف شغلها، ولازم اديها وقتها واديها التركيز المعين ليها. لا احنا لازم وكل نعرف سن بقى. ليه حاجته. طب احنا لازم نعرف عشان ده سؤال كل الستات ارجوك. حقيقي. الكولاجين اولا اجيبه اكياس افضل؟ صدقيني اكياس او اقراص. تمام. المهم لازم يكون مارين كولاجين. وان هو كمان لازم يعني يفضل التايب 1 و 3، ان هو يكون مزيج من التايب 1 و 3، ويفضل ان انا الكونسنتريشن بتاعه ما يبقاش 1 جرام اللي هو 1000 ملي جرام. لا نعلي الدنيا شويه، اتليست انا معايا لغايه 6000. تمام. ياه. يا 6000، يعني قرصين ثلاث مرات او قرص ثلاث مرات اضعف الايمان. لو انت عايزه تاثير الكولاجين، الكولاجين بيجي وقت عندنا احنا في جسمنا بينقص. هو اصلا طبعا ربنا خلقنا بيه، بس هو معانا بالذات بيقل بالايج، بالعمر. تمام. فهنلاقي ان احنا وي هاف ان احنا تو سبستيتيوت، يعني نبدا نحط له بديل. لازم نعوضه بالظبط كده. ففي الحاله دي ايه اللي بنعمله؟ يبقى لازم اخد التركيزات السليمه. فلما بدي الكولاجين والفيتامين سي والاي ودول حلوين جدا ومع السيلينيوم، تمام، نبدا ان احنا ندخل الجسم نقول له طب احنا بدانا نساعدك شويه. تمام. وغذاء ملكات النحل جميل جدا جدا جدا، الرويال جيلي. طب حياتك قلتي، بس عشان قبل ما لازم ناخد كل المعلومات عن الكولاجين ننقل لحاجه ثانيه. دلوقتي حياتك قلتي لا لازم الفتره تبقى فتره محدده، ما تجيش ست تقولي انا استخدمته شهر وما جابش معايا. صح. اتليست 3 مانس، 3 شهور. 3 شهور. 3 شهور كل يوم. بالظبط. طيب بيقولوا برضو انه من المفضل ان هو يتاخد على معده فاضيه. حقيقي. قبل الاكل. حقيقي. لازم يتاخد فعلا على الاقل مثلا قبليها بنص ساعه او بساعه. ده عشان افضل امتصاص. برافو عليكي. عشان يبقى افضل امتصاص. لانه ماده حيويه. صحيح. تمام. بس كده. وزي ما قلت لك، كل ما احنا قفلنا المثلث خلاص، يعني احنا بنوصل للبيست ريزلتس. تمام. ايه هي البيست ريزلتس؟ ان احنا لما بنبدا نستخدم المرطبات، ما اسيبش بشرتي تجف، ابعد عن اي حاجه كيميكلز على قدر الامكان. لو بحط ميك اب لازم اول ما اروح اغسل وشي كويس جدا بالميك اب، وابدا ان انا ادلعه شويه واحط له اي ماده مرطبه او ماده فيها هيلورونيك او ماده مش لازم صدقيني تبقى غاليه ولا اي حاجه خالص. يعني في حاجات كتير جدا جدا نزلت في الماركت، جل في ماده الهيلورونيك اسيد، حاجه جميله وهاديه.
بس بلاش مثلا بقى نعمل ايه، نقعد بقى مثلا نجيب مستحضرات فيها نسبه فيتامين سي عالي ونقول اصل احنا عايزين نفتح، اصل احنا عايزين نشد البشره. برافو عليكي، برافو عليكي، بتحرق البشره. وناس كتير ممكن تلجا لهذه السيرامات زي ما انا قلت كده، السيرامات اللي فيها نسبه فيتامين سي عاليه ومواد اخرى بدون علم وبدون ما ان انا ابقى فاهمه انا بعمل ايه ومين يقول لي هستخدم ايه ولا، دي ممكن تؤدي الى حرقان والتهاب جامد جدا في البشره. انا ما في مره استخدمت فيها فيتامين سي للستات وممكن قوي بتشكر فيه الا لما بشرتي تضررت بشكل غريب. بالظبط، عشان بشرتك سنسيتيف جدا، بيحصل لها جفاف شديد وبتقشر. بالظبط، بشكل مش معقول. بالظبط كده، على قد مع ناس تانية ممكن السيرم الفيتامين سي يكونوا هم النيد ليه ومحتاجينه جدا جدا. تمام، فعشان كده بنقول ايه، نرجع نقول النهارده لما بيجي في الماركت بينزل يلا سيرم فيتامين سي، يلا كلنا نروح نجيب سيرم فيتامين سي. ده حقيقي، وبالذات السوشيال ميديا بقى. تمام، نيجي مثلا يلا سيرم الكولاجين، كلنا نجري نجيب سيرم كولاجين وجل كولاجين، وبعد كده احنا بقى اللي بيقع في ايدينا ايه، الناس اللي ايه استخدمت الحاجات دي وبقى في فيدباك او اثار جانبيه سيئه جدا جدا. صحيح. تمام، ونقعد نعالج بقى. تمام، طيب بصي انا هقول لك حاجه اخيره كمان، لاني ما دام انت حضرتك تطرقتي النقطه مهمه قوي. فاكره لما طلعت موجه الديرما بان والديرما رولر؟ تمام، طلعت موجه على السوشيال ميديا يلا يا جماعه هنحفز الكولاجين، لان انا لسه مش عايزه اخرج من نقطه الكولاجين لما اقفلها لك. تمام، يلا هنحفز الكولاجين. تمام، كل مركز وكل مش عارفه مين وكل واحده في البيت راحت اشترت ده ما كنت لسه هقول لك ده موجود في بيوتنا دلوقتي. شفنا بهادل. كلمه بهادل دي قليله. حتى الان انا بعالج ناس مر عليهم سنه تمام واكتر من استخدامهم الخاطئ لهذه الاداه. تمام، والمواد اللي بتوضع بعد استخدام الديرما رولر تمام او الديرما بن ادت الى مشاكل صعبه جدا في البشره، بصور بيضة، بصور سودة، تورمات في البشره، حتى الان مشاكل صعبه جدا جدا، التهابات مزمنه. ايه ده بقى اللي بيحصل ده؟ اي حد النهارده نجيب الديرما رولر، نقعد ننزل دم قل من بشرتنا وبعد كده اوكي احنا كده بقى شاطرين جدا. يلا سيرم الفيتامين سي ناولني بسرعه اللي قالوا عليه، او سيرم الكولاجين ودب دب دب. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت بتعملي كارثه. الديرما بن او الديرما رولر او خروج كل نقطه دم من بشرتنا وتفتيح البشره بالمنظر ده، انت كانك عملتي عمليه جراحيه. مادام فتحتي نقطة واحدة في بشرتك يعني دي كده لازم تخش تحت تعقيم. صحيح، لازم في مضاد حيوي، لازم في مواد محفزة. طب ما تستخدمي المستحضر اللي موجود في الماركت اللي منه بيستخدم للحروق والالتهابات والجروح، وفي انزيم كولاجينيز بيحفز انتاج الكولاجين لوحده، ويمكن ده ثابت كفاءة عالية جدا في حالاتي كلها. تمام، وساعات ما بلجاش الكولاجين اصلا. يعني بعالج ترطيب وجفاف وشد وكل حاجه فقط بهذا المرهم. تمام، فالفكره كلها ان احنا بصي احنا بنعمل حاجات خاطئه جدا بدون علم ووعي. ده اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده في نسبه مقشر خالص. طب تعالي بقى على المقشر ما دام انت لا اصل ده النقطه اللي انا دي اسئله الستات كلها. التقشير حقيقي. التقشير التقشير. تمام، نقشر. تمام، عارفه المشكله في ايه؟ كل حاجه اتعملت في البيوتي سنترز اللي احنا اصلا يعني انا كدوام التجميل فانا متخصصه في هذا المجال. تمام، وبنزل في اماكن وعارفه كل حاجه بتتعمل لايه وكل حاجه. ولكن عارف مشكلتنا ان في زي ما في الكثير من مراكز التجميل امينه جدا وتقول لحضرتك ينفعك ايه وما ينفعكيش ايه. تمام، في ناس تانية مبدا لو ما نفعش مش هيضر. تمام، بمعنى تمام بمعنى حضرتك فهمتي قصدي. فبالتالي ما ينفعش اجري ورا اي حاجه وخلاص. وبعدين بسبب كمان اني لما انا او لما بلاقي بقى حد اصلا هو داخل اصلا اعمل لي كذا. تمام، طب ده مش هيناسبك، لا انا عايز اعمله. تمام، فمش كل الناس هتناهد كتير وتفضل تفهم ان التقشير الكيميائي ده ليه ظروفه، مش التقشير اللي بالحاجات الطبيعيه ليه ظروفه، مش اي نوع بشره يسمح بيه. تمام، وممكن انا بشرتي ما تتحملهوش. برافو عليكي، مش اي نوع بشره يسمح بيه. هو مش شبطان، ومش عشان انا لقيت غمقان يلا نروح نقشر. هي بطاطس، ايه هو كل واحد يلاقي بقع غامق انا اروح اقشرها؟ ما كانش حد غلط. انا عايز اسالك على حاجه، الغسول اللي بيتباع في كل يعني الماركت واللي هو
في نسبة تقشير، ده كويس بنستخدمه يوميا، ده كويس؟ بصي حبيبتي، كويس ومش كويس. كويس لو انت حافظه نوع بشرتك او بشرتك دهنيه تمام، وانت بتحطي ميك اب كتير، او هي معرضه ان المسام تبقى فيها واسعه سنه، وان هي بتحمل امبيورتيز او شوائب كتير. نصيحه، لا انصح باستخدام التقشير حتى الغسولات اللي هي الماركات المعروفه يومي. خليكي حنينه على البشره، مره في الاسبوع مثلا، مرتين ثلاثه، كل ثلاث لو بشرتك مش حساسه تمام، مرتين ثلاثه تمام. ودايما ندلع البشره، ندي مره غسول يبقى فيه مواد طبيعيه تمام، دخلي المواد الطبيعيه في الغسول بتاعك، الفيتامين سي، الهايلورونيك، البانسينول، الجليسرين. النهارده في حاجات كتير جدا جميله، الالفا اربوتين الماده المفتحه الجميله تمام. الكثير والكثير من المستحضرات او الغسولات الطبيه بتحتوي على هذه العناصر تمام، وما تهيكش البشره ولا تعمل اي حاجه. طب انا عايزه اسالك على حاجه بالنسبه للستات، الستات اللي بتحط مكياج لما بترجع من شغلها او المناسبه اللي بتحضرها او اي حاجه، بتغسل وشها كويس جدا وبعدين تتفاجئ انه بعد ما غسلت وشها يعني بشكل قوي جدا، لو مسكت قطنه وفيها ميه ورد او الـ 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 الحاجه اللي احنا كلنا بنستخدمها دي، تلاقي في شوائب لسه جدا كتير جدا غابة. ده انا بتفاجئ. انا غاسله وشي اعمل كده ليه؟ حقيقي، عشان كده حبيبه قلبي انا بلاقي القطنه حقيقي، ايوه غمقت ده حقيقي، طلعت مكياج لسه وطلعت كحل لسه وهايلاينر لسه، ده حقيقي. عشان مش اي نوع غسول، وممكن تبقي معاكي غسول جميل بس هو ما دخلش للاعماق تمام. الفكره ان الميسلر ووتر تمام، ايوه هو ده بقى الميسلر ووتر. دي حاجه يعني ماده، دي الماده نفسها هي ماء ميسلر اوكي، باختلاف بقى المنتجات يعني. وعلى فكره الميسلر ووتر دي ذات نفسها انواع برضو تمام، انواع طبعا اكيد طبعا تمام. الميسلر ووتر مهم قوي ان هي ليها قوه اختراق، ان هي بتسحب الشوائب من جوه المسام، بتاتراكت الشوائب من جوه والميك اب والحاجات اللي انت لا يمكن تشوفيها. عشان كده الغسول مهما غسل هو بيغسل فيش يعني سوبرفيشال سطحي تمام، بيشيل ميك اب، بيشيل الطبقات الخارجيه، التراب، الميك اب، الكلام ده كله، الزيوت الخارجيه اللي هي فرزتها البشره او الكلام ده. ولكن ماء ميسلر والكلام ده، لكن في جزء من المكياج انا بقصد اتسرب للطبقات طبعًا العميقه طبعا، فلازم يتشال بالميه اللي حضرتك بتقولي عليها دي. طبعا طبعا. ليه؟ هقول لك ليه. او بلاش، أو لو انا مش معايا حتى براش، اجيبها براش، نجيب البراش. وفي غسولات كتير قوي بقى فيها براش، منها فيها كده، او نجيب براش للبشره معروفه جدا اللي فيها فرشه البشره دي، فرشه حنينه جدا كده تمام. ممكن وانا بشطف الغسول تمام، ابدا امشيها بحنيه كده على بشرتي، هتفرق كتير جدا وهتنضفها. هايل. بس كده ميه الورد، عشان لو الناس بتقول انتوا بتتكلموا على حاجات هي غاليه ما نقدرش نجيبها، ميه الورد كمان بتنضف جدا. ميه الورد كويسه بس في مع ناس كتير حلوه التهابات. ومع ناس كتير ربما ممكن تعمل التهابات خصوصا لو البشره متهيجه او حساسه. انا بقصد لو هي بشرتها تقبلتها، مفيش مشكله يعني، مفيش مشكله ان احنا، بس دايما انا دايما بنصح بايه، افرض انا بشرتي ما اعرفش ان هي حساسه وعايزه انضف ميه الورد، خفيها عشان ما تبقاش مركزه. طيب بتتخفف ولازم بتتخفف ازاي؟ عادي جدا يعني، مثلا نص نص على نص، نص ميه على نص مثلا، وبالذات لو الميه دي بقى عشان تبقي انت يعني بيرفكت مغليه، وبعد ما سبتيها تغلي سيبيها تبرد تمام. يعني مواضيع بسيطه قوي يعني فهماني، او حتى ميه من الفلتر او ايا كان، ده لو انت بتتكلمي على نقاء عاليه تمام. هروح جايبه بس اخفها، لاني انا ربما ما اكونش عارفه ان بشرتي مثلا حساسه. وجرب على جزء من جسمي. برافو عليكي، ونجرب. طب هقول لك حاجه، الصبار معروف جدا ان هو ماده انتي انفلاماتوري، مضاد للالتهاب، بدليل ان في جل الصبار وفي حاجات كتير جدا، وفي ناس بتاخد الصبار اللي هو الطبيعي دوت الجل وبتستخدمه كماسك وغير ده. تعرفي ان في عندي تهيجات شديده جدا جدا في البشره مع بعض الناس شفتها من الصبار، لدرجه ان البشره عندي ورمت لغايه كده تمام، عندها حساسيه من الصبار تمام. البشره ملتهبه جدا وحساسه جدا، لدرجه ان لما حطت الصبار اللي اسمه مضاد للالتهاب عمل لها التهابات. صحيح صحيح. طيب
عايزين نتكلم بقى على مشاكل تانية زي الصدفية، بما ان احنا قلنا في مقدمة الحلقة ان احنا هنتكلم على المشاكل المستعصية والمشاكل المزمنة. الصدفية من المشاكل المزمنة، مظبوط؟ ايه اسباب الاصابة بالصدفية؟ بصي ستي، الصدفية ده مرض مناعي ذاتي، تمام؟ ممكن يلجأ من مثلا حالة ربما طرأت على المريض نفسية، أو ربما عدم اعتناء شديد بالجسم، بالجلد نفسه، بالنظافة والهيجين ربما، تمام؟ وممكن يكون سوء تغذية، سوء تغذية ونقص فيتامينات ومعادن، وبأكد عليها لأن هذا السبب عالج عندنا ناس بالكامل صدفية، وأطفال وكبار كومبليتلي، اللي بنقول عليه مرض مزمن بعد فضل الله مشي تماما. ممكن على صفحتنا الكلام ده، وفعلا حالات بفضل ربنا تم شفائها بالكامل، تمام؟ من غير ما ندي حقن معروف اسمها، لدرجة ان ساعات بتستخدم في مرضى الروماتويد عشان تهبط الجهاز المناعي. في دكاترة السياسة عندهم في علاج الأمراض المناعية زي البهاء، الصدفية، بعض الأمور الأخرى، في إن هي تنكس الجهاز المناعي عشان يبطل يبقى أكتف ونشيط، عشان هو ده بيعتبر مرض مناعي ذاتي، تمام؟ المناعة بتضرب في نفسها، تمام؟ فاللي بيحصل مش هو ده بس يا جماعة العلاج، وده اللي أنا لسه كنت بقولهولك، إن في أمراض جلدية حقيقي حقيقي اتعالجت برفع كفاءة الجهاز المناعي بتاعة الجلد عن طريق ان انا اديله احتياجاته، تمام؟ بمعنى اني ممكن ادخل نسبة كورتيزون بسيطة، تمام؟ بسيطة، لاني مثلا انا شفت حالات استخدمت كريمات كورتيزون كتيرة جدا على جسمها، لدرجة ان جسمها فتح وعمل تشققات ستريتش ماركس، يعني تشققات جدا في الجلد واسعة جدا، لدرجة اني ممكن كنت تشوفي الطبقات الداخليه كده خلاص، يعني الجلد على زي ما تقولي خلاص طبقه رقيقه جدا، وانت شايفه كل اللي جوه، تمام؟ تشققات صعبه جدا، مش بس بقى زي اللي بتيجي بعد الولاده والكلام ده، لا 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 لا، لا فظيعه جدا. لاني مش كورتيزون ممكن يؤدي لتهتك الجلد، تهتك تام، لانه فعلا بيعمل، تمام؟ ترقق شديد جدا في الجلد. برافو عليكي، ترقق بالظبط، برافو عليكي، هو ده اللي انا قصدي عليه. الترقق ده لو انا ما خدتش بالي منه هتفضل الجلد يدوب 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 لغايه ما يبقى بصي عامل لك زي طبقه كده ما فيش غيرها خلاص، تمام؟ عامله زي البلاستيك كده، تمام؟ وده انا شفته في طفل حقيقي، تمام؟ يعني من احد الحالات عندنا، مش هذكر اسمه، ولكن يعني 12 سنه الولد جالي جسمه كله ماشي مفتح كله كده، من هنا ومن هنا ومن هنا ومن دراعاته، كله الولد مفتح كله، تمام؟ والصدفيه لسه زي ما هي، وكان عنده نوع من انواع الصدفيه اللي هي بتيجي كمان باحمرار وتهيج في الجسم كله، يعني الجسم كله محمر ومتهيج، لان ده نوع من انواع عشان كده بصفها يعني، تمام؟ الجسم كله متهيج ومحمر، ويعيني الولد في نار على طول، بالاضافه الى الكشيريات اللي هي المدوره مدوره مدوره، اللي هي عامله زي قشور بيضة، تمام؟ سميكه او مش سميكه ومحمره وطبقه بسيطه. وطبعا اكيد الصدفيه، اللي عنده صدفيه اكيد هيلاقي منها فروه الراس، وهيلاقي منها كتير قوي على الايدين، على الركب، تمام؟ دي اماكن ملحوظه جدا. لما بتزيد بتبدا تخش على البطن والظهر، تمام؟ تمام. طيب علاجها ايه؟ المرض المزمن العنيف اللي بنلجا له في حاجات صعبه جدا ده، علاجه ايه؟ لو انا عالجته بالمناعه، تمام؟ ابدا ندي احتياجات الجلد اولا، ولو الطفل او لو الحاله دي جات لها صدفيه من خلال بقى انا ككلينيكال فارماسيست، هو الصيدلي الكلينيكي هو ايه؟ هو صيدلي بس دارس الكثير من المواد، تمام؟ هو عباره عن حاجه ممزوجه بين الطبيب والصيدلي، تمام؟ فبيدور دايما على الاوريجن او الهيستوري بتاع المريض، تمام؟ يعني انا مثلا انا شفت صدفيه، هل انا اخش واجيب نوعين من الكريم ويلا ادهن؟ لا، لازم اجري ورا سبب هذا المرض او ظهور هذه الاعراض، ومن امتى وعشان ايه وحصلت ازاي وتعالجت ازاي، تمام؟ وهل ليه علاقه وراثيه ولا لا، تمام؟ وهل ليه علاقه بالمناعه ولا لا. فلما نيجي بنمسك الحاله دي كده بالتفصيل وبالتفصيص، تمام؟ واحنا بقى عندنا طولة بال قوي لان تخصصنا، تمام؟ مش اي حد ممكن يبقى عنده طولة البال الفظيعه دي،
ده حقيقي، بس لازم انت تبقي مدوره على الهيستوري، تمام؟ او بنقول عليه الايتيولوجي. الايتيولوجي يعني سبب ظهور الداء، تمام؟ فنيجي هنا وفي سبب، مفيش حاجه الا لما بنلاقي ليها سبب، والسبب هو اللي بيكون سبب نجاح الحاله، ده حقيقي لو وصلنا له ومسكناه في اي حاجه، تمام؟ فنيجي هنا لما نيجي ندي بقى الطفل مثلا يقول ايه، الاقي الطفل ده اصلا جاي لي انيميا، او حد كبير لسه كان عندي امبارح ولد عنده 22 سنه، تمام؟ وعنده صدفيا بهدلاه، تمام؟ طيب ليه؟ بس تعالي بصي بقى على وشه، تمام؟ انيميا، تمام؟ سوء التغذيه، ان النودلز، المكرونات اللي بتتباع عليها المواد اللي هي تمام. انت هتخوفي الناس. انا عايزه اقول انا ما بخوفش، انا بقول نبعد عن المواد الحافظه. هو لازم انا كدبلومه تغذيه ومناعه، وواحده دخلت كمتطوعه في علاج مرضى الكورونا من الموجه الاولى، وشفت بعينيا قد ايه اهميه الفيتامينز. احنا زمان لما كان حد بيجي له دول برد او مش عارفه كحه او نازله شعبيه، لا اوعى تدي فيتامينز مع المضاد الحيوي. انا عارفه انا بقول ايه كويس قوي. النهارده لما نزل بروتوكول الكورونا كان ايه هي الادويه المحطوطه؟ فيتامين سي، زنك، فيتامين دي، اوميجا 3، لاكتوفيرين، تمام؟ مع الانتبيوتيك ومع الادويه المضاده للالتهاب ومذيبه للبلغم، تمام؟ ايه ده، هو بس كده العلاج؟ ايه ده، النهارده هناخد كل هذه الفيتامينات مع المضاد الحيوي؟ اي نعم. النهارده لازم ناكل كويس جدا عشان نقوم نشد حيلنا؟ اي نعم، تمام؟ والمريض قام لغايه 70 سنه وعلى يدنا، تمام؟ طب والناس بقى اللي عندها انيميا، والناس اللي عندها نقص فيتامين دي، والناس اللي عندها مشاكل صحيه، كانوا بيتكسوا. صحيح، تمام، ماشي. يبقى النهارده عشان كده هنرجع لنفس النقطه اللي احنا بدانا بيها، التغذيه. بالظبط، يعني انت قلتي الولد اللي جاي لك ده بياخد حاجات، يعني مش هنقول بقى اسمها ايه، اكيد الامهات كلها عارفاها، المكرونات اللي هي مليانه مواد المواد الحافظه. المواد الحافظه اكيد بيتغذى بشكل مش مظبوط، فبالتالي مناعه جسمه وقعت، فبالتالي ما قدرش يحارب الصدفات. بصي يا فندم، هي القصه كلها مش في المنتج، القصة كلها احنا ممكن ناكل حاجة من نفسنا، ممكن ناكل مرة حاجة كمكافأة، لكن ما نظام، تمام؟ غذائي. اما في ناس بقى ده نظام يومي وروتين يومي، والناس مش فاهمة، يعني يا ماما انا عايز كذا، يلا يا حبيبي روح جيب، تمام، اهو حاجة وهتشبع، لا واشتري دماغي. لا، وبقى يتعمل في النادي على طول، حتى الولاد الرياضيين بعد التمرين على طول. مين قال بقى؟ مين قال؟ طب انا اقول لك حاجه، طيب على فكره ده لازم يتمنع في النوادي الرياضيه. انا هقول لك بقى حاجه، ودي بقى اول مره هعلنها، تمام؟ انا كنت هنزلها لسه على صفحتي. شوفي هقول لك حاجه، بالصدفه البحته، بالصدفه البحته، يعني قريت حاجه كده بتقول ما يثبت ان هذه المواد الحافظه او الكيس اللي بيكون جوه هذه الشعريه والكلام ده، تمام، ممكن ان يتفاعل مع ماده كيميائيه. يا خبر. اوكي؟ فانا انصت للكلام كده، قلت ايه ده، يعني هي مش نكهه وخلاص وكلام زي كده، حتى النكهات دي حاجات مش طبيعيه، ولكن انا قلت بس معقوله توصل لهذه المرحله، تمام؟ المهم كان منها مثلا ماده الايه؟ ماده البوفيدين ايودين، اللي هي الماده اللي في منتج معروف قوي مطهر في السوق يعني، تمام؟ المهم كلنا بنستخدمه في الجروح والكلام ده، تمام؟ طيب ماده اسمها بوفيدين ايدين، دي معروفه اللي هو البتادين، طيب. يعني مثلا بس انت قلتي الاسم التجاري. خلاص، الاسم التجاري هو يعني هو اشهرهم، دي يعني حاجه، دي حاجه دي اشهرهم. فالمهم جيت انا رحت عملت ايه، خدت من الشوربه دي، الشوربه بتاعت الاندومي دي، تمام، وايه، ونزلت ايه حبه على ايه، على الايه، الماده دي، تمام. اوكي، لون الماده دي ايه في الطبيعي؟ احمر. برافو. الماده قلبت موف، تفاعلت يعني، تفاعلت، تمام. شوفي بقى، حاليا انا بقى عايزه يعني اشوف ايه اللي حصل، تمام. بس اللي انا عايزه اقوله ايه، مش بس اصل في مليون حاجه في الماركت فيها مواد حافظه وانا لا امدعها، ولكن بحرص، بحرص اقننها، يعني مش لازم أقننها كل يوم، ومعاها ما افقدش العنصر الغذائي السليم والصحي. صحيح، تمام. يا ستي جيبيها وما تحطيش الكيس ده كامل، تمام، استخدمي الشعريه نفسها لو انت بتحبيها، تمام. في مليون الف حاجه وحاجه ان انا استخدمها واكلها، بس اقلل الضرر شويه او ازود جنبها العنصر الغذائي النافع، تمام. اما يعني احط سلطه، احط خضار، اكل زي ما انا في حالتي، بيض، سمك، لبن، ولما اجي اكل جنبه يعني هذا العنصر مفيش مشكله. بس ايه،
مره كل فين وفين. فبالتالي انا بقلل الضرر او يبقى طبعاً جنب او يبقى جنب الحاجات الصحيه والغذائيه السليمه عشان هي اللي تقضي على اي نسبه مواد حافظه ممكن تخش وده الجسم وده من جنبها كده يعني من نفسنا. ولكن ما يبقاش هو ده طيب اللي احنا معتمدين عليه في نظامنا الغذائي بالظبط عشان الناس اللي بتزعل قوي والاطفال اللي بتزعل قوي اول ما بذكر حاسه ان ايه بلاش الشعريه كتير والكلام ده كله. طب تعالوا معانا كده عند كل اللحوم المصنعه. تمام كل اللحوم المصنعه كلها لانشون فيه برجر بقى فيه السوسيس الكلام ده كله فيه نسبه عاليه عشان كده بنقول ايه ناكل بس على الهادي. تمام طب ما هي دي كلها مسببات السرطان هي بتبدا في ان هي بتقلل الجهاز المناعي بس بنخش بعد كده فوقيه ناكل بس من نفسنا الجسم يبقى اصلا ساند نفسه فلما ندخله الوجبه دي من نفسنا من نفسنا ان احنا عايزين ناكلها لان طعمها وقصتها مغريه ماشي بس يبقى الجسم مسنود. تمام عشان هو كمان لما تخش له حاجه غريبه شويه تمام يقدر ان هو يتعامل معاها تمام ما يبقاش هو ده الكيان. تمام مثلا برضو العصاير كويس اوكي لما نتزنق ماشي لما مش عارفه ايه بس ما يبقاش برضو اللي هو ده الروتين الاساسي. فاي حاجه اللي انا عايزه اقوله ان اي حاجه بنكسر منها او بنكسر يعني نكسر من نكسر من العلاج السليم والفيتامينات والاكل الصحي هنبقى كويسين جدا. هنكسر من المواد الحافظه هنبقى سيئين جدا. الاعتدال على قدر الامكان. طيب دكتور الصدفيه مشكلة أو مرض من الأمراض اللي مش هتتعالج بشكل تام ولا بتتعالج مين قال؟ لا ما أنا بسألك مين قال؟ أصل الجملة دي لا بلاش استسهال بلاش استسهال بلاش الدكتور اللي يجي يقول مش هتتعالج وملهاش علاج لا ليها علاج لا بيقولوا إن هو وبنشوف ليها مليون حالة علاج وهيكمل معاك لا هي عايزة طولة بال لا 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 هي عايزة طولة بال وعايزة إن دكتور يتابع مع المريض لا يقل عن شهرين مناعيا 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 قبل ما يبقى توبيكال او موضعيا او ان انا اديله حقن وحاجات ممكن اكون بستخدمها على المريض الروماتويد عشان احبط الجهاز المناعي صدقيني ليها علاج. طيب نتنقل بقى لمشكله ثانيه برضو هي مشكله اقول لك اولهم ايه بس عشان يبقى انا نهيت الكلام عشان الناس يبقى عندها امل تمام انا كان في صور والله بس ايه يعني كنت نفسي اوريكي صور كده قبل وبعد الصدفيه لا لا اشخاص اتعالجوا في واوريكي ازاي بتبدا المراحل. بصي يا فندم اللي انا عايزه اقول لك ايه اني اللي انا عايزه اقوله اولا اول حاجه ببدا بيها ان انا برفع كفاءه الجهاز المناعي ان انا اول حاجه بدي احتياجات الفيتامينات اللي بيحتاجها الجلد تمام اللي هي الفيتامين A والسي والاي اوقات بلجا لاعراس مضاده للفطريات تمام ببدا ان انا استخدم كريمات فيها نسبه كورتيزون بس بسيطه وما يكونش الاعتماد عليها. مستخلصات البصل جميله جدا مش الزيوت. اسالي عن مثلا تكون ماركات كويسه عند العطار او اماكن معينه فيها مستخلص البصل تمام ممتازه تمام. مستخلصات البصل والثوم مع حالات الجلديه ممتازه جدا ده غير زيت البصل دي حاجه ثانيه. بصي هو زيت البصل حسب النقاء بتاعه تمام بوصل للمستخلص وكل ما انا وصلت للمستخلص فسعره بيعلى حاجه بسيطه بس بيكون هو ده النقاء هو دي الماده اللي هتجيب نتيجه تمام ممتاز. سمعتي اكيد عن الصمت اللي هو الحبوب اللي بتطلع كده خشنه قوي شبه الكلو بتاع الرجلين شبهه ولكن على صغنن كده ومنطور ده ايه ده مرض جلدي فيروسي تمام بنعمل له كي بالبرد بالبارد وكي بال يعني بالليزر او كي بالدافي او كل الكلام ده وبالرغم بالحراره يعني تمام وبيرجع بيرجع تاني برافو بيرجع لان بيجدد نفسه أي. تمام عشان كده علاجه ايه من جوه من جوه إيه تمام إيه مناعي فيروسي اقضي زي ما انت عايزه واحرقي زي ما انت عايزه هيرجع تاني مش خلايا نشطه خلايا نشطه تمام هترجع تاني وهتكون تاني تمام وبتعدي في كتير من الاوقات معدية تمام شويه شويه انت عارفه البهاء مش معدي البهاء مش معدي الصدفيه مش كل حالاتها معديه او مش معديه في وفي تمام عشان ما نعممش القاعده تمام الصمت انا اول مره اعرف ان الصدفيه انا شفت امبارح ام جيالي لا انا اول مره اعرف ان الصدفيه ممكن تكون معديه طيب معديه الكشيريات بتاعتها ربما تكون معدية خصوصا لو حد عنده مناعة جلد ضعيفة هيستقبلها بمنتهى الترحاب تمام اللي انا عايز اقوله لك الكشيريات اللي بتنزل منها دي تمام اللي انا عايز اقوله لك ان عندنا مثلا حاجة زي الصمت ده تعرفي ان زيت شجرة الشاي تمام وزيت التوم تمام ممتازين جدا معاه
تمام، وان انا اخد له علاج فيروسي اقراص او دواء شرب او غيره. الموضوع بيفرق جدا مع حبه فيتامينات تمام، والنتائج موجوده تمام. يا ريتنا كنا نشوف الصور دي نعرفها. ممكن لو هم بس عرفوا يشغلوا. طيب اتنقل البهاء بقى يا دكتور، لانها كمان مشكله من المشاكل اللي اكيد مؤرقه جدا لاي شخص بيصاب بيه. هو ايه سبب البهاء في الاول؟ ده سؤال. وهل البهاء بنعالجه ونقدر نجيب فيه نتائج او معاه نتائج باذن الله؟ وده شفناه برضو تمام. بصي البهاء برضو ده مرض مناعي ذاتي، وبينتج في الاساس من مرض نفسي او عصبي او برضو سوء تغذيه او جلد بيتعرض كتير جدا للحراره واشعه الشمس الضاره تمام، اليو في اي واليو في بي تمام، لفترات طويله تمام. وخصوصا بنشوفها في الناس اللي بشرتها مش بلوند مش فاتحه، الناس اللي بشرتها خمريه غامقه الى غمقان بقى تمام. طيب القصه كلها في البهاء، احنا اتفقنا ان هو مناعي ذاتي تمام تمام، ولازم نهتم بيه على جميع الارصده. انا الاول ببقى مع المريض او مع الطفل، او وفي اطفال كتير جدا عندها بهاء بالمناسبه يعني تمام. فبنيجي نشوف كده ايه سبب الموضوع دوت، ممكن نلاقيه مرض نفسي عند او مش مرض نفسي، مشكله نفسيه حصلت مع الطفل في البيت مع اصحابه، تنمر ايا كان، يبدا الموضوع ده يظهر تمام. او سوء تغذيه او كثره المواد الحافظه في اي من المنتجات او العناصر تمام. كثره التعرض للشمس زي ما قلنا تمام. طب احنا كده مسكنا الايه المسببات تمام. او في ناس تقول برضو ان ده المناعة ضربت في نفسها مرة واحدة تمام، فأدت الى توقف او تعطيل انتاج الميلانين في الخلايا، المادة الملونة في الخلايا تمام كده، اللي هي المادة الميلانين اللي مسؤولة فعلا عن ايه تلوين الخلايا. طيب تمام اوكي. طب نعمل ايه دلوقتي؟ الخلايا دي حاجة من الاتنين، لا واقفة تمام لا ماتت تمام، لا واقفة لا ماتت. لو واقفة تمام هنقدر نحفزها تاني تمام. ازاي ازاي؟ مثلا هنتكلم على العلاجات اللي جابت معانا نتائج تمام. اول حاجه مفيش تعرض للشمس خالص من غير واقي شمس تمام. ثانيا الجو الحار، عشان كده افضل النتائج معانا في البهاء بتبقى في الشتاء تمام. الجو الحار او المشمس او الصهد يزود تمام. ندي الجسم احتياجاته او الجلد احتياجاته او فيتاميناته، وهي مين؟ فيتامين A وسي وإي وبيوتين تمام، مهمين جدا تمام. ندخل عناصر الغذائية. مش للشعر، لان دايما بنسمع عنه لعلاج الشعر. مين؟ البيوتين. طبعا طبعا ده هنتطرق له دلوقتي. للشعر طبعا طبعا ده الكينج ده، بس هقول لك مميزاته ايه واثاره الجانبيه ايه تمام. طيب فقلنا والبيوتين تمام. طيب نيجي بقى نتكلم على حاجه مهمه جدا جدا كويس، وهي مادة البيتا كاروتين تمام. المادة اللي بتستخلصها من الجزر والحاجات اللي هي الحاجات الفواكه والخضار اللي ربنا خلق لنا فيها المادة الأورانج دي، الجزر، العدس الأصفر، الفلفل الأصفر، الكلام ده كله تمام. مالها بقى المادة دي؟ مهمة جدا جدا في مريض البهاء جدا تمام. إن كان استخدامها موضعي او كان استخدامها عن طريق ان هو ياخدها في العناصر الغذائيه، مهمه جدا تمام تمام، عشان هي بترجع واحده واحده تحفز سن الخلايا الميلانيه تمام تمام. ايه تاني ممكن مندخل؟ نسبه كورتيزون بسيطه، عشان مش عايزه الجا للحاجات الصعبه قوي قوي اللي بتاثر على الجهاز المناعي تمام. وزي ما قلت لك بقى نبدا نحط على الجلد ذات نفسه المواد تمام والمستحضرات اللي بتبدا تعزز مناعه الجلد تاني، اللي تعزز نسبه الكولاجين زي ما قلت لك، مستخلصات البصل، الانزيمات المحفزه لماده الكولاجين، الكريمات اللي تحتوي على فيتامينات، مش كله كورتيزون وبس تمام. وبنلاقي نتيجه هايل، وتفضل الاماكن البيضه دي اللي هي شهقه زي لون اللبن تبدا تغمق تدريجيا الى توصل لمرحله الدوره الدمويه، توصل لها تبقى تحمر، وبعد ما تحمر تاخد اللون تنتج لي اجين نقط بنيه. وانا اكيد اكيد هجيب لكم صور قبل وبعد،
ودي موجوده يعني معانا. لو حد يعني حابب ان هو ياخد رقمي، انا اخر مره في البرنامج كنت يعني متواصله مع الناس تليفونيا، بس يمكن عشان وقت البرنامج ما سمحش المره دي، ولكن حقيقي بتبدا النقط البنيه تظهر تاني، نقط بني كده انتجت من جديد حتى ان تفرش تماما ويرجع المنطقه دي بالذات، لان المنطقه دي بالذات والمنطقه دي بالذات تمام، والركب تمام، والايدين من هنا هي اكتر الاماكن المعرضه للبهاء في البدايه، تفضل تتغطى تمام لغايه ما ترجع بفضل الله الى تجانس من اللونين. هايل يا دكتور ان العلاج بيجيب النتائج او بيجيب النتائج النتائج دي لانه الناس اللي عندها بهاء كمان بيبقى عندها معاناه نفسيه جدا. صحيح. وعايزه اقول كمان حاجه اخيره، معلش احنا ليه بنهتم بمرض الصدفيه كمان؟ هل هو عشان الكشعيريات؟ هل هو عشان منظرها وحش على الايدين او في الشعر او على اللبس؟ لا، لانها ممكن تؤدي الى مشاكل صعبه جدا في المفاصل، وممكن تؤدي الى ان المفاصل عند الاطفال او الكبار ممكن يحصل لها زي تصلب. صحيح حقيقي، لانه دايما الصدفيه مصاحبه للروماتويد في اوقات كتير. بالظبط. صحيح.